السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم صحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم سأقدم لكم وصفة الدوناس لمحبوبة الكبار والصغار بطريقة مبسطة وسريعة وبمقادير متوفرة ومتواجدة في كل بيت إن شاء الله. نتمنى هذه الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وإلا بغيتوا تعرفوا الطريقة والمقادير بقوا معايا لنهاية الفيديو وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، بالنسبة للمقادير سنحتاج إلى ملعقتان كبيرتان من السكر حبيبات أو السكر الخشن، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، 70 غرام من الزبدة ما يعادل 3 ملاعق كبار من الزبدة، كأس من الحليب ما يعادل 200 مليلتر، طبعا الحليب كيكون دافئ، وبيضتان بحجم صغير. سنحتاج أيضا لكيس من السكر فانيليا وكيسين من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام، وأيضا سنحتاج للدقيق الخالي من الجلوتين، تقريبا نحتاج 4 كؤوس إلا ربع من الدقيق. كما لاحظتوا هذه هي النوعية ديال الدقيق اللي كنستعمل في جميع أنواع المخبوزات بالنسبة للناس اللي كيطرحوا لي تساؤلات في التعليقات. فبسم الله غادي ناخذ واحد الإناء وغادي نفرغوا فيه كأس من الدقيق، السكر، الفانيليا وخميرة الخبز والحليب الدافئ، وغادي نخليو جميع المكونات مع بعض واحد 15 دقيقة حتى كيختمروا، وبعد ذلك غادي نبداو نضيفو في المقادير المتبقية. بعد ما اختمر لنا الخليط لمدة 15 دقيقة وتضاعف حجمه نوعا ما، غادي نبداو نضيفو ليه المكونات المتبقية اللي هي عبارة عن البيضتان، سنضيف أيضا القليل من الملح، نمزج المكونات مع بعض جيدا، وبعد ذلك غادي نبداو نضيفو في الدقيق الخالي من الجلوتين بالتدريج. أنا في الأول غادي نستعمل الطراب اليدوي، وبعد ذلك غادي نستعمل اليدين ديالي. غنضيف كيسين من خميرة الحلويات. بالنسبة لهذا العجين هذا كيجي القوام ديالو يلتصق بالأيدي، يعني خفيف جدا، لأنه إذا قصحتوا العجين ما غاديش ينجح معكم، ما غيجيكمش القوام ديالو هش من الداخل. كنستمر هكا في جمع العجين. هنايا غادي نبدا نستخدم في اليد ديالي. وبالنسبة للزبدة فهي آخر مرحلة يمكن يعني تضيفوها، يعني فاش تكونوا ضفتوا البيض يعني تذوبوها وتضيفوها في المرحلة اللي غتضيفوا فيها البيض، ويمكن تديروا بحالي أنا حتى كنجمع العجين وبعد ذلك كنبدا ندخل في الزبدة في العجين. انا هنايا كما لاحظتوا ذوبت الزبدة قليلا، لانه كما كتعرفوا الان بان حرارة الجو باردة فالزبدة كتكون صعيبة شوية في الخدمة ديالها، فأنا حاولت نذوبها قليلا باش يسهل عليا ندخلها في العجين. هنايا كما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال العجين، كيجي لين وكيلتصق بالأيدي. غادي نحاول نجمع العجين ديالي ونغطيه ونخليه يختمر لمدة 35 دقيقة حتى كيضاعف الحجم ديالو، وبعد ذلك غادي نبسطو ونبدا نشكل في الدونات. وهنايا بعد ما اختمر لي العجين وتضاعف الحجم ديالو، كناخذو كنديغازيه او بالاحرى كنفرغو من الهواء، وكيكون عندي السطح ديال العمل اللي درت فوقه ورق الزبده او ورق المطبخ ورشيته بالقليل من الدقيق الخالي من الجلوتين باش يسهل عليا عمليه التبسيط ديال العجين. وهكا بالمدلك كنبدا نبسط العجين، ولكن السمك كنخليه سميك نوعا ما، لان الدوناس كيبغيو يكونوا يعني العجينه ديالهم ما تكونش رقيقه جدا. انا غادي نوريكم السمك اللي درت. هنايا كناخذ واحد لومبورت بياس او واحد القطع دائري، نتوما استعنوا بكاس او اي شيء عندكم دائري، وكنبدا نقطع على هذا الشكل. هذا كنزيل الزوائد ديال العجين، وبعد ذلك كنبدا ناخذ واحد القطاع اللي كيكون اصغر منه، وكنبدا ندير هذوك الثقوب اللي كيكونوا في الوسط. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني شي حاجه باش يديروا هذوك الثقوب اللي في الوسط، يمكن تستعنوا بالغطاء ديال القنينه وغيخرج لكم نفس الشكل.
كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل يعني جميع العجين اللي عندي. وبالنسبة لهاد لي دوناتس هادو كنديرهم في واحد البلاطو اللي فرشته مسبقا بواحد المنديل نظيف ورشيته بالقليل من الدقيق باش نتفادى يعني الالتصاق ديالهم. وغادي نخليهم من بعد يختمروا تيضاعف الحجم ديالهم. انا تقريبا خليتهم واحد المده ديال نص ساعه، تقدر تخليهم حتى الى 40 دقيقه على حسب حراره الجو. المهم خصو يضاعف الحجم ديالهم باش يعطيكم نتيجه جيده عند القلي. بالنسبه لدوك الدوائر الصغيره اللي كنت يعني نزعت من الوسط ديال الدوناس، فهنايا شكلتهم على شكل كرات صغيره، وبعد ذلك خليتهم يختمروا واحد المده ديال 10 دقائق لانهم بسرعه كيختمروا نظرا لصغر حجمهم. وهنايا غناخذ واحد الاعواد خشبيه وغادي نبدا نشكل هذوك الكويرات. يعني في كل عود خشبيه غادي ندير 4 كويرات. مجرد ما انتهي من التشكيل ديالهم غادي نبدا في القلي ديالهم في المقلاه. وكملاحظه بالنسبه لزيت القلي، في الاول غادي نديروه يسخن على درجه نار عاليه، وبعد ذلك بعد ما كيسخن لينا الزيت جيدا فكنخفضوا النار الى متوسطه او متوسطه جدا باش فاش نبداو نقليو في لي دوناتس ديالنا ما يخطفهمش يعني الطياب ويحترقوا لينا. فهذه هي الطريقه اللي خصكم ديروا باش تحصلوا على نتيجه افضل. فهنايا مباشره بعد ما سخن الزيت كنخفضوا لاقصى درجه وكنبدا نقلي في الدوناتس ديالي. بالنسبه للكريات اللي درتهم في الاعواد الخشبيه فدغيا كينضجوا نظرا لصغر حجمهم، كنقلبهم هكا بهذه الطريقه هذه. وبعد ذلك بعد ما كينضجوا كنزعهم وكنوضعهم في واحد المصفات وكنكمل في الطهي ديال لي دوناتس ديالي. يعني خصنا نراقبوهم فبسرعه يعني كينضجوا فقط دقيقه من كل وجه وكنقلبوا. انا كما كتلاحظوا كنستعن بهذا العود الخشبي هذا في تقليب الدوناتس لانه كيحافظ لي على الشكل ديالو وما كيخربوش ليا، ماشي بحال الا استعملنا شوكه او ملعقه. كما كتلاحظوا هادو هما لي دوناتس ديالنا بعد ما انتهينا من القلي ديالهم. ما كيكونوش شاربين نهائيا الزيت. هنايا كما لاحظتوا فضلت كل وحده نزين على حيده. غندير البعض بالشوكولاته والبعض الاخر غادي نديرو في السكر حبيبات. طريقه التزيين كتبقى اختياريه. انا هنايا خديت الشوكولاته بدون جلوتين وادبتها مع القليل من الحليب باش تكون قليلا سائله. وهنا كما كتلاحظوا غادي ناخذ بعض الحبات من الدونس وغادي نفندهم في السكر حبيبات.
وهذا هو الشكل النهائي ديال لي دوناتس ديالنا، كيجيو رائعين ما شاء الله وهشين من الداخل وقطنيين. زينت كل واحده على حده، وحدين بالفيرميسيل شوكولا، وحدين بالسمارتيز بدون جلوتين، والبعض الاخر بالسكر حبيبات. يعني كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الذوق. نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وأكون دائما عند حسن ظنكم، ونتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة في البيوت ديالكم، وتخليوا لي التعليق ديالكم أسفل الفيديو. أترككم في أمان الله، ولا تنسوا دائما أن صحتنا في حميتنا. إلى اللقاء.